سنتحدث أكثر عن ما يجري في الأسواق العالمية. من دبي ينضم إلينا رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب رائد الخضر. مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا. رائد، ما هي حظوظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تمرير هذه الخطة الضريبية؟ صعبة جدا، يعني الحظوظ إلى حد كبير. هناك نوع من الانقسام داخل الكونغرس لتمرير أي قرار من طبعا من دونالد ترامب وإدارته، خصوصا فيما يتعلق ب يعني أصوات الديمقراطيين هذه المرة مرتفعة بشكل أكبر مما كان عليه حتى في أوباما كير، وهو أن ذلك سوف لن يحقق الدعم الكافي للطبقة المتوسطة، خصوصا أن دونالد ترامب في تخفيضاته أو في أجندته تخفيض الضرائب يستهدف فيها الأغنياء أو الشركات بشكل أكبر بتخفيضات أكبر بكثير من هي مما يعني يستهدفها بالنسبة لأصحاب الدخول المتوسطة. بشكل أو بآخر قد يطول السجال داخل طبعا الكونغرس لتمرير هذا الاتفاق، وبلا شك سوف ينعكس ذلك من خلال يعني على الاقتصاد الأمريكي وعلى الأسواق الأمريكية على وجه التحديد وعلى أداء الدولار الأمريكي. طبعا عظيم، بما أن عم تحدث عن الدولار الأمريكي وشفناه يصل الدولار إندكس، طبعا هنا أتحدث، لأعلى مستويات في شهر تقريبا. هو الآن ثابت، يعني يتراجع نوعا ما مع عودة ارتفاع اليورو وكذلك الين أمامه. كيف تقيم حركة الدولار الأمريكي، وشو هي ربما الآن البوسيبيليتي أنه نشوف بالفعل رفع جديد لمعدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في اجتماع ديسمبر؟ حقيقة الدولار الأمريكي كمؤشر أمام سلة من العملات يعني وصل قريبا جدا من مستويات المقاومة عند مستويات الـ 94، ومن المتوقع بشكل كبير أن يكون هناك صعوبة بالارتفاع فوق هذه المستويات، قد يكون لعدة اعتبارات. أولا لأنه الأسواق إلى درجة ما بدأت يعني استوعبت ودايجست موضوع إمكانية الرفع الثالث لأسعار الفائدة في خلال هذا العام بعد التصريحات والتأكيدات التي كانت على لسان جانيت يلين في الأسبوع الحالي، وأيضا من خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير، ولذلك نرى الدولار الأمريكي بهذه الارتفاعات إلى جانب ضعف اليورو مثل ما تفضلتي والين الياباني. بشكل أو بآخر من الصعب جدا أن يكون هناك يعني تخمين واضح إلى استمرارية ارتفاع أكبر في أداء الدولار الأمريكي، ولكن اليورو قد يعود للارتفاع مع أي حديث حول تقليص التيسير النقدي وأي حديث من قبل المركزي الأوروبي، وبلا شك سوف يؤثر ذلك على أداء الدولار الأمريكي. عظيم، ما أنا ذكرت اليورو لأنه نحن شفنا عم يرجع يرتفع بحوالي ربع النقطة المئوية، أرقام جاءتنا عن الانفليشن ديتا لألمانيا جاءت على ما يبدو أنه هي مع التوقعات، ولكن كأنه خف الخوف الموجود كان بالأسواق حول ما أتت عليه الانتخابات الألمانية. غير يعني إذا ما استثنينا موضوع الإي سي بي، اليورو إلى أين تتوقع أن تكون حركته؟ هل يعني تم احتساب ما يحدث في ألمانيا أوريدي ولا لا؟ يعني لا يزال هناك ضغط بالاتجاه الهابط، والانخفاضات اللي نحن شاهدناها على زوج اليورو دولار الأمريكي يعني فنيا لسه في مجال عنا للانخفاضات حتى وصول المستويات 1.16 على الزوج يورو دولار الأمريكي. هناك الروم وهناك المؤشرات الفنية التي تشير لإمكانية الانخفاض، أعتقد ذلك قد يأتي من خلال البيانات الأوروبية أو من خلال استمرار قوة الدولار الأمريكي في الوقت الحالي. ولكن فيما يتعلق بالانتخابات الألمانية هناك نوع من الانحسار حقيقة للأثر السلبي الذي قد تخلقه على أداء الدولار الأمريكي، خصوصا أنه شفنا الداكس عما يرتفع، شفنا أداء الاقتصاد الألماني لا يزال نوعا ما مؤشرات السنتمنت أو تشير إلى إيجابية، طبعا ثقة المستهلكين. الفكرة الأهم من خلال قراءة زيو اللي شفناها ببداية الأسبوع، الفكرة الأهم اللي ممكن نحن نركز عليها أنه نعم السياسة النقدية هي التي قد تلعب دور في عودة اليورو للارتفاعات، ولكن الضغط اللي عم نشوفه على اليورو أمام الدولار الأمريكي هو بنتيجة قوة في الدولار الأمريكي في الوقت الحالي، نتيجة اقتراب أو التأكيدات بشكل أكبر بأن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة بمرة ثالثة. لا يمكن أن يجابه ذلك إلا عودة تصريحات من السياسة النقدية ومن ماريو دراغي ومن المركز الأوروبي بأنه سوف يكون هناك خطة للتقليص ووضوح أكبر في تقليص ميزانية أو عفوا تقليص البرنامج التيسير النقدي المتبع من المركز الأوروبي. الدعوة للانتخابات مبكرة في اليابان
يعني اليوم ضغطت على الين الياباني وشفنا حتى الأسهم نوعا ما عم ترتفع، كيف نقدر تأثير ذلك على حركة الين خلال الفترة القادمة؟ سوف يكون ذلك داعم بشكل كبير حقيقة. شينزو آبي الدعوة المبكرة وأيضا الخطوة التالية حل البرلمان هي لتمرير برنامج تيسير نقدي بحوالي 17 مليار دولار أمريكي وحصول على تأييد أكبر حول الاستمرار بهذه السياسة التيسيرية الضخمة والقوية يعني التي يتبعها شينزو آبي خلال الفترة الماضية. بلا شك سوف يدعم ذلك أداء الأسواق اليابانية خلال الفترة القادمة، ولكن هذا التقلبات السياسية ما لم تتضح النتائج منها، ما لم يتضح فعلا الفحوى التي يرغب بالوصول إليها شينزو آبي، قد يسبب ذلك نوع من الضغط على أداء الين الياباني، وممكن نشوف بعض الارتفاعات في الوقت الحالي أو تقلبات إجمالا على الين الياباني. إجمالا أداء الأسهم اليابانية وأداء الأسواق الآسيوية متزن بعض الشيء، على الرغم من مثل هذا الحدث اللي هو الدعوة المبكرة شفنا نحن في مرات سابقة كان لها تأثيرات أكثر اضطرابا للأسواق، ولكن الاضطراب محدود. شكرا جزيلا لك رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب رائد الخضر. شكرا.